هذا الشكل النهائي المحاشي باللحم. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا مستوي، شوفوا الكوسة كيف ما شاء الله، واللحم استوى. طبعا اضلع هذا اللي عندي زي ما قلت لكم، شوفوا ما شاء الله بس سخن، بس يعني حارة ما ادري، بس حارة. وشوفوا الفلفل، شوفوا الرز الحبة بحبتها ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا مستوي. وهذه البطاطس اللي كانت اللي حطيناها في الجدر أول شيء، السلام عليكم، اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. هسوي محاشي باللحم، عندي الكوسه والفلفل جهزتهم، عندي ليمون، عندي دبس رمان، عندي نعناع مجفف، وعندي اللحم، وعندي هنا شبت وبقدونس وكزبره وطماط مقطع وبصل مقطع، عندي ثوم وصلصه وملح، البهارات عندي بهار مشكل وفلفل اسود وكمون وكزبره، وعندي هنا شطه مدروشه هذه اختياريه، عندي هنا الرز المصري فقط غسلته، وعندي اللي بحطه في الجدر، عندي بطاطس قطعتها شرايح سميكة شوية، وعندي شرايح طماط. يلا نقول بسم الله. هذا عندي شرايح البطاطس والطماط، خليهم بعدين حق الجدر. الكوسة نفس الحكاية أخرها، بسم الله. شوف هنا مرة حمسة بالحمسة أسويها، عندي هذا الأخبط فيه من الخلطة، عندي الرز المصري مرة حمسة، وهنزل هنا بالطماط بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مسوية كمية ما شاء الله، والبصل وعندي الثوم بسم الله ملعقة كبيرة، وهنا نزل الشبت الشبت والكزبرة والبقدونس، وهنزل البهارات بسم الله الرحمن الرحيم، وأحط الملح، وعندي هنا النعناع مجفف، وأحط ليمون بسم الله، دبس الرمان، والصلصة، عندي الصلصة يمكن من عكسين كبار كذا أو زيادة شوي، شوفوا أحط شوي زيت. انا احط يعني لو انتم حابين تحطوا سمنه حطوا سمنه، طبعا السمنه افضل، بس انا اشوف عشان عندي اللحم طبعا اضلع، بس ما شاء الله مليان شحم، شوفوا ما شاء الله اضلع كلها اضلع اللي عندي، طبعا نعزلها انا على جنب يعني اسوي فيها طبخات معينه، فمليان شحم ما راح احط سمنه، بكتفي بس بشوي زيت بسم الله. هاخد اخلط الخلطه واظبط الملحه وارجع اوريكم الخطوه اللي بعدها، اظبط الملح والبهارات، بس انا حطيت شويه زيت عشان يجي معايا رز الفلفل، انا اخلص واظبط الملح والبهارات وارجع لكم.
شوفوا خلاص انا ظبطت الخلطه، زدت لها ملعقه صلصه كبيره حسيت تحتاج، ظبطت الملحه حسيت تحتاج بهارات زياده، زدت لها شويه بهارات. شوفوا خلاص كذا عندي الخلطه جاهزه، خليها على جنب واجيب الجدر بطبخ في المحاشي. بسم الله واضح عندكم، خلينا نوخر هذا عشان كان واضح. هذا الجدر هصفي البطاطس. بسم الله كل حطيت شوية بطاطس، احنا عندنا شريحة طماط حبتين انهم قطع حبتين طماط. بسم الله عندي هنا اللحم. بسم الله صف اللحم. بسم الله زي ما قلت لكم اللحم اللي عندي اضلع، شوفوا بس ما شاء الله مليان شحم. خليني اقرب لكم شوي الكاميرا عشان يكون اوضح عندكم، كذا اوضح. الحين رش ملح رشه. بسم الله وفلفل اسود رشه خفيفه يعني. كده هنا الجدر عندي جاهز، واجيب الحشوة. اول شيء ابدا احشي الكوسة. واضح عندكم، شوفوا بسم الله ما عبي عاد كاملة يعني، لازم نخلي فيها شوي فوق كذا. شوفوا كذا وابدأ أصف. بسم الله لما تخلص الكمية كلها اللي عندي شوفوا واضح عندكم. شوفوا كده معبيها، خلنا نخلص الكمية وارجع لكم اوريكم الخطوة اللي بعد. شوفوا خلاص انا خلصت الكوسة والفلفل حشيته كله، طبعا كله لغطا بس عندي اثنين فلفل طاح الغطا منهم، مو مشكلة. اهم شيء انكم ما تعبون الفلفل، نفس طريقة الكوسة عشان اذا استوى الرز. هذه اخر حبة خلاص كده، خليني أوريكم الخطوة اللي بعدها. الرز الباقي عندي طبعا أنا متعبدة يعني مسوية زيادة عشان أحشي فيه ورق عنب، ممكن أحطه بالفريزر أو إني أسويه ثاني يوم على حسب بشوف. عندي هنا جاهز خلاص، أنا آخذ ورق عنب، عندي ورق عنب ألفه يا إما أحطه بالفريزر يا إما أسويه بإذن الله ثاني يوم. شوف الحين حطيت صلصة هنا وهنزل عليها بماء حار. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا نفس الطريقة هذه، تقدرون انتم ما تحبون يعني تستخدموا اللحم، نفس الطريقة تصبونها بدون لحم.
ممكن تضيفولها مع ماجي او انتو زي ما حابين تستخدموا ماجي، في ناس ما بتحب تستخدم ماجي عادي، ماي ملح او مرق لحم او مرق دجاج عادي. واحط الملح، احنا ضربت الملح واحط بهار مشكل عشان يزيد شوي الميه. انت اهم شيء في الخلطه تظبطون الملح والبهارات. طبعا الليمون، وهنا هضيف ليمون شوي. حموضات الليمون رجع لكم انتم، انتم تدقون وتشوفون. واحط دبس رمان، خلنا نظبط الملحه واوريكم بعدين الخطوه اللي بعدها. شوف شغلت النار على النار عاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل بالصوص. بسم الله. وخليها على النار عالية أول ربع ساعة، وبعدين هدي عليها النار. شوف أنا هزيد شوية، خلنا نسخنها مية، محتاجة شوي مية، هزيد لها شوية بس دقيقة خلنا نسخن مية. شوف أنا سخنت مية وحطيت هنا شوي ملح، هذا هو، هي مو محتاجة كثير مية. شوفوا غطت عندي الكوسة، يعني غطى الماء الكوسة وفوق شوية، ما تغطوا له مرة لأن الكوسة ما يحتاج مية كثير. والفلفل شوفوا أنا خليته 30 دقيقة على نار عالية عشان في لحم، لكن لو ما في لحم خلوه 15 دقيقة وبعدين هدوا عليه النار. الحين انا هطفي على النار هذا وهنقله على عين ثانية على النار هادية لمدة ساعة. بعد الساعة اذا استوى وجيت انشغل اوريكم اياه. انتو اذا ما في لحم لا، بعد 15 دقيقة على طول هدوا النار. شوف خلص خلص عندي، خليته ساعة ونص على النار هادية. بس توني الحين قلته على النار هذه العالية يمكن 10 دقايق بس الحين، بس خلني بس اطفي شوي من المرق. بسم الله الرحمن الرحيم. شو رغم اني انا ما حطيت يعني المرق فوق، بس خليته فوق الكوسة انا. بسم الله نهجن. خليني اجيب الصحن. خلصت هنا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الجذر هلا بس ترتبه، راح اوريكم الشكل النهائي. شوف ما شاء الله اللحم استوى.